بسم الله الرحمن الرحيم. إذن مشكورين الإخوان المنابر الإعلامية اللي قاموا معنا اليوم بعدا مسبقا بتغطية هذا العيد هذا وتغطية الاحتفالات ديال هذه المناسبة العظيمة اللي هي ذكرى عيد المسيرة الخضراء. وحنا اليوم تنحتفلوا بالذكرى 48 تحت خيمة الودادية الحسنية لمتطوعي ومتطوعات المسيرة الخضراء هنا بساحة الشهداء، بساحة الاستشهاد، الساحة اللي عرفت واحد الوقع تاريخي آخر. إذن فحنا اليوم تنفتخروا بهذا الحدث التاريخي، تنفتخروا بهذا العيد هذا اللي خلى المغاربة الحرية وخلى لهم الاستقلال وخلى لهم الوحدة ديال التراب الوطني وخلاهم انهم ينعموا بهاد السياسة ديال الملوك العلويين اللي كتعاقبوا على العرش العلوي المجيد. فاحنا اليوم جد مسرورين بهاد الاحتفال هذا وبهاد الحضور هذا اللي شرفونا فيه الاخوان ديال الودادية وعطاونا الكلمة اللي كانت كلمة عريضة جدا تحدثنا فيها حول مسار هاد الحدث هذا ومسار هاد المسيرة الخضراء وعطينا بعض النبذة على تاريخ هاد المسيرة هذه. فاحنا اليوم ما علينا الا نقولوا للاجيال القادمة ان شاء الله هنيئا لنا بهاد العيد هذا، هنيئا لنا بهاد الحرية، هنيئا لنا بهاد النعمة اللي هي بالفعل حققها لنا جلالة الملك لا محمد الخامس ولا الحسن الثاني، وها هو اليوم مازال محمد السادس مستمر، مازال محمد السادس ضامن الحقوق ديال الشعب المغربي وضامن الامن والسلم والسلام ديال الشعب المغربي من طنجة للقويرة، وهذا هو همه الوحيد، هو وحدة التراب الوطني والسلم والامن ديال الشعب المغربي. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على اشرف خلق الله محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم. من الحاج افضل رئيس الودادية الحسنية لمتطوعي ومتطوعات المسيرة الخضراء بمدينة وادي زم الشهيدة، اليوم يشرفني بأن أتقدم باسمي وباسم متطوعي ومتطوعات المسيرة الخضراء الذي ناضلوا من أجل تحرير الصحراء المغربية من أيدي الاستعمار الغاشم بفضل جلالة الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه، المبدع المسيرة والمتطوع الأول. وها نحن اليوم كمتطوعين ومتطوعات المسيرة الخضراء مستعدين وراء صاحب الجلالة محمد السادس قائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، وها نحن اليوم كمتطوعين ومتطوعات نحتفل بهذا اليوم الأغر ألا وهو ذكرى عيد المسيرة الخضراء المضفرة. دائما وأبدا جنود مجندين ورا صاحب الجلالة وشعارنا الخالد الله الوطن الملك والصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه، أحب من أحب وكره من كره، والسلام عليكم ورحمة الله. رشيد بدوني ممثل قدماء العسكريين وأعضاء جيش التحرير فرع مدينة واد زم. اليوم كنا مع التخليد ذكرى 48 للمسيرة الخضراء المضفرة. هذا التاريخ تذكرناه اليوم وديما تنذكره وسيبقى غادي يتذكر ابن عن جد حتى يتلقى الله الارض ومن عليها. اليوم شنا نساء شاركنا في هذه الملحمة الكبيرة، شنا رجال مسومين من طرف سيدنا. قرينا اليوم قراءة تاريخية حول المسار ديال المسيرة الخضراء، حول الأوامر اللي عطى المنظم ديالها والمنسق ديالها والكاتب بيده قرار المسيرة الخضراء جلالة المغفور له الحسن الثاني، نجاحها ونجاح الأمة الإسلامية ونجاح الأمة المغربية على الخصوص كان ذلك منبنيا بتطبيقهم لآية دائما وأبدا ستبقى فوق تاج المملكة المغربية وهي إن تنصروا الله ينصركم. نصروا يعني أنفسهم ونصروا دينهم ونصروا وطنهم فأعزهم الله بنصره رغم طائرات الحوامة، رغم يعني قساوة الحر والجو، لكن لم يمنع ذلك من أن يخترقوا الحدود الوهمية كما جاء على لسان الشيوخ الذين تبركنا من وطنيتهم وما زلنا نحمل المشعر والمشعل إن شاء الله عز وجل يعني تحت الراية وتحت الشعار الخالد ديالنا الله الوطن الملك. السلام عليكم. السباعي أحمد من أحد القبائل الصحراوية، تنباركوا لسيدنا بهذه المناسبة ديال المسيرة الخضراء
وعيش دائما محمد السادس ملكنا وحيد، والصحراء دائما تبقى مغربيه، وتنقول الصحراء الصحراء دائما مغربيه والصحراء مغربيه، وعيش محمد السادس، والله ينصر الاسره العلويه، دائما ملكنا وحيد محمد السادس، ودائما المغرب بخير ودائما الزهار. السلام عليكم. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط على الأزرار الثلاثة، إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس، تشجيعا لنا لنستمر في تقديم كل ما هو أفضل بإذن الله. وأهلا وسهلا بكم في قناة العين تي في.